الغندور تخطف الأنظار في عرابة بيروت. تعاود الفنانة الشابة نور الغندور خطف الأنظار من جديد بدور كاميليا الذي تقدمه في مسلسل عرابة بيروت الذي بدأت منصة شاهد بعرضه، وهو من بطولة نادين الراسي، نور الغندور، مهيار خضور، جيسي عبده وغيرهم، ومن تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر. ونشرت نور مجموعة صور لها من كواليس العمل بفستان أحمر ساحر، وذلك بعد تداول شائعات عن زواجها من المنتج جمال سنان، الأمر الذي علقت عليه بأنها إذا تزوجت سوف تعلن ذلك ولن تخفيه أبداً، خاصة أن شائعات زواجها تكررت خلال الفترة الماضية. ونور الغندور فنانة مصرية مقيمة في الكويت، واشتهرت بأدوارها في الأعمال الخليجية ثم اللبنانية بعد ذلك، ودرست نور في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وكانت بدايتها الفنية عام 2011 كمذيعة بتقديم برنامج مطبخ إلهام مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة الراي الكويتية. وفي عام 2013 دخلت التمثيل بمشاركتها في مسلسل سكن الطالبات، وقدمت دور شهد الذي حقق لها شهرة واسعة، وشاركت في العديد من المسلسلات بعدها مثل أم نروحة الجنة وقابل للكسر وبين قلبين وحياة ثانية ومع حصة قلم ودفعة القاهرة وغيرهم، بجانب عدد كبير من المسرحيات، إلى أن شهرتها الواسعة خارج الخليج العربي وفي مصر تحديداً جاءت من خلال تقديمها دور الراقصة في مسلسل من شارع الهرم إلى مع الفنانة هدى حسين، الدور الذي عرضها لانتقادات واسعة في بلدها بسبب ظن البعض أنها تسيء للمصريات من خلال تقديم الراقصة، ولكن الأحداث بعد ذلك نفت عنها تلك التهمة، وحظي العمل وقتها بمشاهدات عالية واهتمام بالغ من الجمهور لتأخذ فرصتها بعد ذلك في البطولة من خلال المسلسل اللبناني ذهب بنت الأوتيل، وقدمت فيه دور عاملة مصرية في فندق تربطها قصة حب بالممثل السعودي أحمد شعيب، لتبدأ في انتشارها الفني الواسع والظهور بكثافة أيضاً في الفعاليات الفنية في مصر والوطن العربي. فهل شاهدت أياً من أعمالها الفنية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.